هكذا بدت غابة البعراوية بالخروب بقسنطينة. عشرات المتطوعين من المواطنين والجمعيات حولوا المكان إلى حلة تسر الناظرين والزائرين بعد أن رفعوا أطنانا من النفايات خلال عملية تنظيف واسعة. تم جمع 17 طن من النفايات الهامدة والتي تم رفعها بآلات الرفع متواجدة في عين المكان وتابعة لمؤسسات بلدية الخروب، وكما تم جمع 30 طن من النفايات الخفيفة، وهذا بمحية من 350 متطوع و 57 جمعية. حملة سخرت لها المعدات اللازمة بحضور مؤسسات مختصة في التطهير تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي والمساحات الخضراء وحماية البيئة، كما أنها ستكون متنفسا للعائلات تزامنا مع قرار فتح المنتزهات وأماكن الترفيه بدءا من 15 أوت الجاري، وأنها تضمن شرط التباعد الاجتماعي. هذه المبادرة حتى يكون متنفس للعائلات القسنطينية، يلقاو مكان ونجيها يقدروا يفرغوا هذاك مدة الحجر اللي قضيناها منذ شهر مارس يعني بسبب فيروس كورونا، يجيوا لهذا المكان لهذه الغابة، غابة البعراوية ببلدية الخروب، حتى يتنفسوا شوية، ينحيوا على بالهم، يجيوا الأطفال يلعبوا. حبينا نطفوا لهم المكان وأيضا نساهموا في عدم وقوع الحرائق اللي راهي قاعدة نشوفوا فيها، وذلك بنزع الزجاج، نزع كل المواد اللي راهي مسببة للنيران. ماذا بينا المواطن اللي يكون عنده سلوكيات باه يحافظ على الغابة، خاطر مش الغاب الثروة الغابية راهي هي المستقبل. ما نروحوش يا جماعة نوليو نحرقوا في الغابات ونشوفوا الناس اي تستنشف تاع محافظة الغابات والحماية المدنية. تنظيف الغابات مبادرة دأبت عليها فعاليات المجتمع المدني، وعادة تتطلب الاستمرارية خاصة خلال فصل الصيف الذي تكثر فيه الحرائق.